والله الاسعار ماشيه حاليا في الباري من 135 ل 150. في بام سايبه بتصفي مع الجزار شويه، وفي بام تبقى مربوطه ب 130 135 عند الفلاحين. بالنسبه لعلى السعر، على السعر مش عند الفلاح ولا عند الجزار، ولا الجزار بيكسب زي ما الناس بتقول، ولا الرابب بيكسب، ولا العجل بيكسب. العجل في اليوم بيصرف 200 جنيه. طن العلف النهارده بيصرف 20,000 جنيه. من كام شهر زي ما انت بتقولي كان الطن العلف ب 13,000 ب 14,000، الطن العلف النهارده ب 18,000 و19 النهارده. فهي زياده العلف هي اللي عامله الزياده في السعر ده. انما سعر الماشي هو يعتبر ثابت. بس هو سعر الاكل الزياده دي هي اللي خلت الاسعار عملت كده. المؤونه غاليه بتاع العلف والرده غالي، لما نجيبش كارت الرده ب 540 جنيه. كنا بنجيبها الاول ب 70 جنيه وب 80 جنيه، دلوقتي ب 540 جنيه. التاجر ما يجيبش حامل بيته، ده هو بيشتري من السوق بسعر السوق. ويبيع للجزار بسعر السوق. هو التاجر مالوش ذنب. هو اللي بيسعر البهيم؟ مش هو اللي بيسعر البهايم. ده احنا في سوق فيه ملايين، الاكل بتاع البهايم غالي. فالناس ماسكه عشان الاكل غالي، مش هياكل بالغلا وبيبقى رخيص. انت البيع والشراء الناس هتعمل ايه؟ لان الدنيا الجو النهارده ميت خالص، مفيش بيع ولا شراء. بسحب عجول واطلع عجول. بقالي 35 سنه. اول يوم النهارده العمليه تهدى، والدنيا حمل الجو حمل. اللحم حمل والعجول، العمليه هديت شويه. هديت في الغلا وهديت في كل حاجه. مفيش الكلام بقى بعد كده في غلا 350 و400، دي لعب الجزار. المفروض اللحمه دي 280 و300. على الهدوء ده النهارده 280. 270 280 لحد 300.